خلال الفترة اللي فاتت ظهرت في البيئة المصرية أنواع كتيرة ونادرة من الفواكه والخضروات اللي كانت غريبة علينا من سنين، وبالرغم من شهرتها في مناطق تانية في العالم إلا إنها غريبة علينا كمصريين وعرب. طب إيه هي شجرة الليمون كافيار وإزاي نزلت مصر؟ وإيه هي مميزاتها؟ وهل فعلاً الكيلو منها ب7000 جنيه؟ أنا ماريا مجدي ويلا بينا نعرف كل ده في الفيديو اللي جاي. أنواع كتيرة من الفاكهة والخضار الغريبة والنادرة بدأت تتزرع في مصر، وبالرغم من أن الأنواع دي من الأشجار معروفة في دول شرق آسيا إلا أنها بالنسبة للوطن العربي غريبة علينا، زي الدراجون فروت والقشطة والكافيار وغيرهم من الفواكه. ورغم أن أول حاجة هتيجي في دماغ الناس لما يسمعوا كلمة كافيار أنها نوع من أنواع المأكولات البحرية والأسماك، إلا أن في شجرة معروفة اسمها ليمون كافيار، وده بسبب الشبه اللي بين الثمرة بتاعتها من الداخل وبيض السمك اللي هو الكافيار، وعلشان كده هتلاقي تمن النوع ده من الليمون غالي جدا. التقارير قالت ان سعر الكيلو من الليمون كافيار بيوصل لحوالي 7000 جنيه، ومش غالي بس علشان قيمته الغذائية العالية وبيتم استخدامه من قبل افخم المطاعم في وجباتها، لا انما غالي لان زراعته نادرة وانتاجية الشجرة بتاعته في الموسم مش بتزيد عن 5 كيلو. وللتعليق على ده المهندس الزراعي المتخصص في زراعة الفواكه الاستوائية والنادرة محمد عطية في تصريحات صحفية ليه قال ان شجرة الليمون كافيار موطنها الاصلي استراليا، وسبق ليه واستوردها من استراليا من حوالي 5 سنين، وهي من فصيلة الموالح، والثمرة بتشبه لحد كبير شجرة الليمون البلدي او الليمون المعتاد سواء من حيث طعمها او لون القشرة الخارجية، لكن بيختلف معاها في شكل الثمرة من الداخل والخارج. المهندس محمد عطية مالك مشتل بالشرقية قال كمان ان الشجرة معمرة، يعني تقدر تعيش لمدة 200 سنة بعد ما تأقلمت مع مناخ مصر وتربتها الطينية والرملية، يعني بعد ده المزارع المصري يقدر يزرع البذور بتاعتها لحد ما تنمو شتلات، وبعدها يبدأ يجهزها للزراعة في الأرض الزراعية اللي هي التربة المستدامة، وأصغر شتلة منها بتتباع بسعر 200 جنيه، ويمكن للمزارع أنه يكتر منها عن طريق التطعيم بالعين. قال كمان المهندس عطية أنه بإمكان أي شخص يزرع الليمون كافيار في بيته أو في البلكونة أو في أرضه الزراعية، لأن الليمون كافيار مش بيتحمل ملوحة التربة، والشجرة بتبدأ ترمي من بعد 3 سنين من زراعتها وبترمي لصاحبها 5 كيلو ليمون كافيار. أخيراً المهندس محمد عطية اكتشف أن الشجرة في مصر وفي بعض الدول العربية بتنتج أكتر من اللي بتنتجه في موطنها الأصلي اللي هو أستراليا، وده بسبب عوامل كتيرة زي البيئة والمناخ والتربة، في حين أن بتشتهر أستراليا ونيوزيلندا بزراعتها وبيتمنى كل المصريين يزرعوها علشان سعرها يقل.